خو دابا غاتشوف هذا عشير يا هذا عشير يا هذا. السلام عليكم خوتي خوتي فلا مرحبا بكم في القناه ديالكم مراد بزوري فلوكس. الصباح هذا خوتي يلا فطرنا سالت الفطور ديالي هنايا جمعت المسائل ديالي حكا قولوا لي راه شريت صاك جديد عاوتاني ما شريتش الكواتشوا خديت هذا زوين. المهم اخباركم والله اقسم بالله الا تالف دابا ما عارف فين غادي نمشي. كيقول لي واحد الراس مع غويانيا الفرنسيه كيقول لي واحد الراس نمشي نضرب شي ضريبه لغويانيا الفرنسيه شنو كاين تما فهمتي ولا كيقول لي واحد الراس نطلع لهولندا حيت دابا الدراري فرنسا هي حدايا هولندا هي غير حدايا سورينام نمشيو نكتشفوا داك الشيء من تما نعوجوا. كيقول لي واحد الراس لنا ندوز على كولومبيا تيقول لي واحد الراس نمشي للمغرب. الله يبارك هضر معكم بصح الدراري جايز. المهم حطها هي هذه خوكم يا سلام الدراري ديروا تشيك اوت خليكم في هذا الفيديو غتعرفوا فين غنمشي والله ما عارف فين غادي. صافا الدراري انا في الريسبسيون دابا عرفتي علاش واقف مشاو يطلعوا للشومبر يكونفيريو يشوفوا الا كاين شي ثلاجه مهرسه شي حاجه نخلصها وداكشي اللي شفتوه داك اللي وريتكم اولويز وداكشي الماكله راه اي حاجه تهزها تخلصها اسمعكم فابور. انا دابا واقف ريسبسيون كنتسناهم يقولوا لي صافي اوكي سير في حالتك ونمشيو نكملوا الطريق. ساو جايز البارح درنا فلوق درنا المظله حيت كانت الشتا دابا دايرين المظله حيت كاين الشمس. عرفتي علاش الشمس كاينه هنايا ترى الشمس هنا خوتي في سان لويس كيقول واحد المثل هنايا في سان لويس كيقول لك هنا كل واحد عنده الشمس ديالو ماشي كاينه الشمس وحده كتعطي الاشعه كتعطي الحراره على كل شيء لا كل واحد عنده الشمس ديالو كتعطيه الدق والدق تما المعالم والدق تما. مراد راك في الهاي واي مراد كيفاش ما عندكش فلوس ما عندكش مشكلات كيفاش غادي شاد هاي واي ناخذ حتى سان لويس اخوتي جات خارجه على الخريطه البرازيل سان لويس جات في جزيره دونك خاصني نخرج دي طوبيس ما تصورش شدي طوبيس خرجني على الجزيره باش ندخل الخريطه ديال البرازيل. دابا اخوتي كنقلب على شي بلاصه شي بونتو اونيفو شي بارادا باش نشد شي وسيله نقل ما عرفتش غنمشي والله ما عارف. المهم خليكم معنا في هذا الفلوق الدراري التناري اه وتا شو الريفلكس ديال الشمس شو يلا سير على الله سير معكم مراد مزوري. واو الدراري ترى تكون شي كدا 50 درجة الحرارة عرفتيش كندير دابا كندوز تيست ديال جهنم والله إلا كندوز تيست ديال جهنم حيت مراد واجب وطني وراها داتني السكرة داتني فهمت عارف راسي غادي ديريكت غادي في البيزنس كلاس الدراري والله إلا غادي لجهنم في بيزنس كلاس ولا ما عرفتش في الفيرست كلاس غادي ديريكت البي ديال جهنم قاطع عندي فهمتي درجة الأعمال رجال أعمال دابا كنتريني على جهنم. لا والله أخوتي راه أنا واقف هنايا كنتسنى شي طوبيس شي صنفة كن الهاي واي الدراري والله إلا راك شوف شوف واو دابا غاتشوف هذا عشير هذا عشير هذا والله دابا غيبداو الفلوقات الحمقين الدراري. اليوم الثاني اخوتي هذا صافي قررت فين غادي نمشي. انا اصلا فطرت اخوتي في لوطيل مي غادي نعاود واحد الفطور خفيف دابا نكملوا الهضره. عطيت الصباح والحراره اخوتي شديت قرعه ديال الماء وشديت واحد القهوه سيد كملوا. دابا اخوتي فاش غنمشي لغويانيا الفرنسيه او غنمشي لسورينام هولنديه غنضيع عليا غير الوقت وهذاك ماشي الاتجاه ديالي دونك فكرت مزيان المرحلة إلى كولومبيا. دابا خوتي ما بقاش شي حاجة سميتها شي مدينة غنوقف فيها ونصور دابا طريق ديريكت من هنا حتى ليتيسيا. اللي ما عارفش ليتيسيا ليتيسيا هي أول مدينة كاينة في كولومبيا محادة مع البرازيل. دابا خوتي المرحلة الأخيرة عندنا في البرازيل يعني البارتي الأخيرة ديال البرازيل وغتكون واحد البارتي صعيبة صعيبة بزاف. الحرارة ما مساعداناش أنتم كتشوفوا مدوشين والماء كلشي سير على الله. صافي خوتي انا الخطه تغيرات اخوتي كتغير الخطه ديال الطريق ديالي على حساب المرحله على حساب المنطقه اللي كنوصل ليها. هاد البلاصه هادي ديال الريجيون اللي فيها الناس كيعطيو اوتوستوب بزاف حيت نسيت ما قلت لكم راه من خرجت من فورتاليزا حتى لسان لويس ما قلت لكمش كيفاش جيت غير في الاوتوستوبات. هنا عندهم الناس ثقافه ديال لي زوتوستوب البارح ركبت في اوتوستوب ما صورتش واليوم اوتوستوب وانا غنبقى غادي غير بالاوتوستوبات هنايا نوفروا شويه ديال الفلوس. الخطه الثانيه
ما كيناش البراكه الخيمه ما كيناش يعني لحتى فين غتنعس اموراد غادي نعسو في دوك الاوتيلات اللي كيكونوا في ستاسيونات ديال ليسونس الكبار اللي في الطريق كينعسو شويه في هاد الكاميونات نوفروا نتمطقوا شويه اخوتي. والخطه رقم ثلاثة مثلا انا غادي دابا موفر عليا البيكالا كتعيط تقبات رويضه هادي فلوس بيكالا خطه انني في الليله عييت ما بانش شي اوتو ستوب غادي نوقف في شي بلاصه ديال غادي نمشي لشي عروبيه كتكون في الطريق هنايا في الجوانب كيكون هذيك البلاصه فين كيوقف الطوبيس غنوقف الطوبيس الطوبيسات هنا كيدوك من بلاصه لبلاصه كيدوك ب 10 دراهم 5 دراهم يعني ماشي شي حاجه سير هادي عشيري هذا يلاه سير الدراري المرحله الاخرى دابا الطريق الى كولومبيا. يا الدراري من الصباح حتى لدابا وانا كنقول شي حاجه نسيت ها شي حاجه ناقصاني والو كنقول واحد والو ما عرفتش عاوتاني بعض المرات كنقول لا غير كنتخيل ما نسيت حتى شي حاجه في لوطيل عرفتي شنو الجو تقلب دابا بحال باغا تصب الشتا كندير فينا هي المظله والمظله هي اللي نسيناها اخوتي نسيناها في لوطيل غادي بلا مظله والله غادي كنقول شي حاجه ناقصه فهاد النهار شي حاجه شي واش قال سير على الله الدراري هاتوا ما غاديين 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 باش ما تقولوش ما غاديين ترا حنا غاديين واللي بغيت نقول لكم اخوتي هذا الهاي واي انا اللي غادي فيه هذا الا مشينا مع هذا الهاي واي او هذا لوطوروت حتى لافان عرفتي فين غتدينا غتدينا العاصمه ديال البرازيل بريزيليا حيت حنا غاديين في الهاي واي النمره ديالو بي ار 135 مي اخوتي غادي نزيد فيه تقريبا واحد 100 كيلومتر غنمشي في هاد الطريق هادي من بعد غنلقى واحد البلاصه غادي نبدل شي طريق اخرى غنشد واحد البي ار اخر او هاي واي اخر اللي غادي يديني ديريكت الى ماناوس ماناوس من تما بورتوفيليو بورتوفيليو ليتيسيا هادي عشيري هادي عشيري ما كلاكسوناش الدراري السير اخوتي الجهه الاخرى حتى النهار انا راني تالف ما مركزش ناسي المظله ودابا كنقول كيفاش غندير اوتو ستوب وانا غادي من الجهه الاخرى المعاكسه شكون اللي غيوقف لي دونك خاصني نمشي من قطاع من الجهه الاخرى لي طوموبيلات غاديين في الطريق ديالي واه حتى ما اصبح وانا غادي من الجهه الاخرى وكنقول علاش ما وقفوش ليا يلا سير نقطعوا الجهه الاخرى كما كتشوفوا حنا غاديين في البي ار 135 ها هو بي ار 135 واللي شادينو هذا من اطول هذا من اطول طرق السياره كاينه في البرازيل غادي حتى العاصمه مي خصني ضروري ندوز منه نقطع منه واحد 100 كيلومتر بحال هكاك باش نشد طريق اخرى كوميدا شو ناكل اخوتي وحده هادي جاني الجوع كنا في الخلا خوتي وقلت لكم واحد الريستورون شفتوها باقا لها كيلومتر مع مع كملت ديك اللقطه وقف عليه واحد السيد الموتور ديالو داني حتى للمدينه انا وصلت واحد المدينه خوت بالبرتغاليه كتسمى سانتا هيتا بالاسبانية تقدر تنطقها خويا سانتا ريتا اما بالفرنسيه كتنطق سانتا غيتا سانتا غيتا حيت ار في الفرنسي كنقول بعض المرات ار سانتا غيتا الحمد لله دبرنا تقريبا واحد اوتو ستوب ديال واحد 25 كيلومتر حيدناها علينا راه قلت لكم لا ريجيون هذه غنمشي غير اوتو ستوبات ان شاء الله اول حاجه نعمر الماء ما بقاش عندي الماء هي نورمالمون ماشي ما بقاش عندي الماء اصلا انا خارج هاد الصباح بلا ما نعمر الماء وناسي مظله وغادي في اتجاه المعاكس ويلكم في سانتا غيتا في سانتا غيتا خوتي في هذه المنطقه هذه اللي حنا فيها هذه لا ريجيون كامله الشمال غتشوفوا ديما الحم كيتنشر على برا قزار مخرج سقيطه منشور على برا كيضرب فيها الشمس علاش هنا عندهم واحد الثقافه كيقول لك كارني دو سو يعني الحم الشمس بحال كنديروا حنا القديد ولا مي ماشي القديد كيخليوه يتنشر يضرب فيه الشمس واحد النهار لا يومين وكيطيبوه الثقافه هذه ديال الناس ديال الهنود الحم شوما كيما كتشوفوا اخوتي اللحم هو خارج شتو اللحم خارج كيديروا له واحد الكرياج فهمتي باش ما يدخلش الناموس ولا المشاشي ياخذوا له فين ما تمشي تلقى اللحم منشور صاو الدراري مازال ما تغديتش ثلاثة ديال العشية هادي غنشد اوتيل غنرتاح فيه كيما قلت لكم هو هذا ناموسية لا تنشعلوا الضوء التلفازة عندك كليماتيزور عندك هاد لافي هادي اخوتي نسيت شنو اخر عندنا هنايا عندنا الطواليت انا يلا اول مرة غنشوف هادشي كيما كتشوفو اخوتي الطواليت دوش ديالك نمشي نقلب نتغدى اخوتي خباركم اوه اش غنديرو ندوشو
ولا نمشي نتغدى عاد ندوش. صوا الدراري ما تغديتش، خرجت برا ما لقيتش داكشي اللي غناكل اخوتي، حيت هنا في البرازيل قلت لكم شحال هادي، هنا ماشي بحال في المغرب، في المغرب تقدر مع السادة العشية تتغدى، في المغرب 24 ساعة الماكلة كاينة، هنا في البرازيل راه معروف داكشي، كتفوت جوج ديال العشية ولا الحدا ونص كلشي ساد، في العشية ما كتلقى والو عندها في البرازيل ديما، في العشية كيبقى غير بيتزا، هوت دوغ ولا شي برجر، دونك غنخلي حتى العشية اخوتي، نجيو نمونطيو، شوف واحد المنظر عندي هنا من اللور اخوتي كي داير، هذا شرجم اخر. So, don't forget to like, dislike, don't forget to subscribe.